شنو قصة زومبا الغزلان؟ هذا أحد الفيروسات الجديدة اللي توها طلعت على الساحة، وهو عبارة عن فيروس يدخل المخ الغزال ويلعب بمخ الغزال تشوبه باختصار، ويخلي الغزال يقوم يسوي بشغلات غريبة ويتصرف نفس الزومبي بالأفلام، وبعد فترة يموت الغزال. والمشكلة هالفيروس معدي، يعني إذا صاب واحد راح يصيب جميع الأشخاص اللي يمه، والطامة الكبرى ماكو إلها أي علاج يمه. وحج البشر خايفين انه ينتقل لهم، والحمد لله لحد الان ماكو اصابة لاي بشري، بس تخيلوا ينتقل للبشر وصير نفس افلام الزومبي. بويا كب اخوك لا يطيح الصير.